ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده زي بكره زي بعده زي كل يوم. النهارده يا جماعه جايين لكم فكره فيديو جديده، اكيد شفتوها في العنوان. هنجرب اجدد الوجبات الجديده او السندوتشات الجديده في كل المطاعم. ان شاء الله هنحاول ان احنا نجرب لكم ايه. عامل سندوتش جديد هندخل نجرب، بيتزا جديده هندخل اي حاجه، اي حاجه فيها افتكاسه جديده من اي مطعم، زي هاردز، زي بافلو، زي ماك، زي اي هنسالهم مطعم. عندكم ساندوتش منزلينه جديد؟ هيقولوا لنا هندخل نجربه، هنجيبه ونجربه مع بعض بس كده، ونقول راينا. وهنقول لكم سعره، وهنقول لكم راينا فيه، وهنقول لكم هل يستحق فعلا التجربه ولا لا، هنقول لكم كل حاجه. المهم قبل ما نبتدي الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشتراك وكل جديد، واكتبوا لنا كومنت حلو، وما تنسوش بجد اللايك يا جماعه عشان احنا بنزعل قوي من تاثيركم معانا. يلا عايزين نوصل 2 مليون مشترك عشان هنعمل حفله كبيره جامده خطيره، ونلبس بقى فساتين انا واقلم ولا ان شاء الله هنعمل لكم، لا هنعمل لكم حاجه حلوه قوي لاول مره تتعمل في القناه. ولاد المدرسه لفت الطرحه، واخد باله ولا حاجه؟ عملتها زي ما كنت بعملها في ثانوي. يلا بينا ونبدا يا جماعه. بصوا السحاب، الله شكلها حلو قوي تحفه. احنا يا جماعه دلوقتي في الطريق، مشوار بعيد. انا مش عارف، انا كل يوم بروح اكتوبر انا واحلامه، برضو مش قادره احفظ الطريق، مش عارفه احنا فين. عند حاسب. بس يا جماعه السما شكلها جامد. بعد ساعه من الطريق وصلنا. جماعة لا احنا اتأخرنا عليكم، معلش عشان احنا اتأخرنا عليكم ايه، ومش عارفين ان احنا اتأخرنا اصلا. اعتبروا نفسكم كنتوا انزلوا بقى يلا بالعربية، هناخدكم دلوقتي دريب. يلا يا جماعة احنا وصلنا. احنا وصلنا يا جماعة، بس احنا كنا فاتحين لايف على الانستجرام. احنا وصلنا من بدري، بس احنا كنا فاتحين لايف على الانستجرام عشان كده اتأخرنا. سيب لكم لينكات الانستجرام بتاعتنا تحت عشان تيجوا. اقول لكم ايه، في حاجة تحضروا اللايف يا رب، بس احنا تفتكر تحط لكم اللينك. لا هحط لكم اللينكات ان شاء الله. احنا وصلنا دلوقتي ماك، هنخش نشوف الساندوتش الجديد. هوري لكم دلوقتي مهرجان التويستر اللي هم عاملين له اعلانات ضخمة بقى، وايه هو ده الوحيد اللي عارفينه، ان هو جديد. ما هو مفيش حاجة تاني عندهم جديدة. هندخل نشوف يا جماعة، هندخل نجيبه. هنجيب واحد ولا اتنين؟ نجيب واحد. طب هنجيب اتنين، احنا هنجرب حاجات تانيه، فاحنا مش هنقدر الصراحه ناكل كل ده يعني. ليتس جو، يلا بينا. ده الساندوتش الجديد اللي هم كانوا عاملين له ويسترن تشيكن. ده اللي كانوا عاملين له دعايه كتير قوي، فاحنا هنجربه. هو ده في ماك. بصوا يا جماعه احنا كنا عايزين نجيب الماك فلوري اللي هو الجديد برده، بس هو مش موجود عشان هو جديد في المنيو، بس مش موجود. فهنجيب الاستروبري كاسترد باي. جماعه الاوردر جه، جبنا الساندوتش الجديد اللي احنا قلنا لكم عليه، هنوريه لكم دلوقتي. وجبنا فطيره التفاح، لا هي مش فطيره بقى تفاح، هي بقت بالفراوله والكاسترد. فدي حاجه جديده قوي. انا عمري ما جربت اللي بالتفاح دي. دي حاجه جديده قوي في ماك، لان هم كانوا دايما فطيره تفاح، فهم غيروها المره دي بقت بالفراوله والكاسترد. وده الساندوتش الجديد، يلا بينا. بصوا بقى الساندوتش من جوه يا جماعه، مش هو ده الشكل اللي في الاعلان يعني. بصوا حتى لو جبناه من الجنب هنعمل كده مختلف تماما يعني. مش نفس الـ شكله في الاعلان. بصوا شكل العيش بتاعه مختلف. بصوا نقلب بقى كده، التاني كان فيه فلفل الوان وفي حاجات كتيره، مش هو ده. بصوا ده فيه هالبينو وخس وصوص السبايسي وقطعه جبنه شيدر ولا شيدر مش عارفه. ارفع كده الفرخه، هنعرف طعمها. هنخلي بس ده هنا كده، وقطعه الفراخ، وقطعه جبنه تاني، وصوص اللي هو المايونيز ده. بس ده ب 80 جنيه. هقول لكم دلوقتي السعر، بس يلا ندور. يلا ندور اهو. وكمان فين اديتي له الورقه؟ احنا دفعنا يا جماعه ده ب 69 ودي ب 16 81 ودي ب 16. احنا دفعنا 85 جنيه في الاثنين، بس طبعا من غير ولا بيبسي ولا بطاطس ولا اي حاجه. والساندوتش ب 69 لوحده ودي ب 15، فاظن كده هم ال 85. ايوه يعني بس كده. يلا بقى بينا ندوق. يا رب تكونوا سامعيننا، لان احنا قاعدين في الطريق. ما تحركيش الترابيزه، قاعدين في الطريق بره الطريق اللي هو بتاع زايد ده وهايبر وكده، عشان جوه في موسيقى شغاله وناس كتير، فما عرفناش نصور جوه. هندوق الساندوتش اهو بقى، هندوق. اصبروا بس ان شاء الله يطلع طعمه حلو قوي باذن الله. يا ساعه الحمد لله اني لبست شاكي. بصوا انا اصلا كان نفسي اجربه، بس كنت خايفه غامر وادفع فيه وما يطلعش حلو. فدي يعني الحاجه اللي احنا بنعملها دي كويسه، في ان احنا ايه، في ان انتوا كمان اللي عايز يجرب وخايف يبقى عارف مننا. لان احنا اكتر حاجه بنفضلها في ماك البيك تيستي. اكتر يعني حاجه، وانا ساعات كده بجيب البيك ماك، والبيك ماك برده حلو، بس احنا هو اكتر حاجه بنفضلها. بصوا بقى شكله طبعا غير شكله في الاعلان خالص، بس ما نشوف الطعم. هنحط لكم شكله برده. بسم الله.
ولطيف. بس سبايسي قوي قوي، سبايسي قوي. ما تاكلوهوش ليه؟ عشان انت تعبانه. معلش يا جماعه، سبايسي قوي قوي بجد. يعني اول حاجه طعم العيش مختلف عن بتاع البيك تيستي. طيب حاجه اللي موجود عندهم كله الفرق هي هي اللي جوه اي ساندوتش، انا حاساها كده برضو. تالت حاجه طعم الصوص مش احلى حاجه، بس هو سبايسي اوفر. الهالوبينو، عشان الهالوبينو والصوص مع بعض عاملين تيست سبايسي عالي قوي قوي. صراحه مش هاجي اجيبه، هاجي اجيب البيك تيستي برضو الصراحه. تديله كام من 10 من الجبنه؟ تديله ماشي. ستة من عشرة. انا اديله خمسة من عشرة. خمسة من عشرة وحلوة قوي عليه كده. لا مش ما يستحقش كل الاعلانات دي. يلا ندوق فطيرة. جماعة جينا بقى تاني على الفطيرة اهي. بس حاجة ده كمان ساندوتش 15 جنيه. 15 جنيه. انا اول مرة هدوق حاجة حلوة من يعني ما دوقتش قبل كده الفطيرة التانية. وانا كمان. طعمها. بس ان شاء الله احبها عشان بحب الكاستر ده. ايه ده؟ ايه شكلها عامل كده؟ اهي. صغيرة قوي. افتحها له من جوه يا بنتي وريها لها. اعملها بالسكينه برضو مش زي شايفه فراوله يعني. برضو مش زي الاعلان اهي. ده مربى مش فراوله. الكاستر ده اكتر. يلا ندوق. يلا ندوق. صعب الجلاش. كانت محتاجه تزيد مربى شويه عشان طعم الفطير اللي هو ني. يعني انا حاسه ان في عجينه من جوه نيه. ده الكاستر. لا مش الكاستر، العجينه نفسها من جوه مقرمشه، بس في طبقه تاني من جوه هي نيه. انا عايزه اوريها لكم بس انا مش عارفه اوريها لكم. بس يعني الى حد ما حلوه. بس ب 15 جنيه لا اجيب ايس كريم احسن طبعا. مش هنرميها. هي لطيفه مش اكتر. انا اديها 4 من 10. 4 من 10. 4 من 10 مش هكررها تاني. ولاد يلا نشوف اللي بعده. يلا جماعه التجربه الاولى كانت فشل بجد. فشل بكل المقاييس. يعني مش فاشله بس بكل المقاييس. انا فكرت ان شكله هيطلع جامد لان في ناس كتير جربته وقالوا ان هو حلو. لا بس اللي جربوه قالوا ان هو فيه فلفل الوان وقالوا فيه ما مش هو ده خالص. مش هو نفس الشكل. الفطيره مش احلى حاجه. فممكن بقى تختلف من فرع لفرع. عشان مش كنتاكي دلوقتي. احنا دلوقتي داخلين على كنتاكي هنشوف. بس انا ما اظنش ان كنتاكي عاملين حاجه جديده. هندخل نسال. هندخل جماعه. دخلنا كي اف سي دلوقتي ما لقيناش حاجه جديده. ما لقيناش حاجه جديده. واقترح علينا وجبه كده هم بيعملوا لها اعلان جديد. قطعه وساندوتش تويست بتاعهم ده. بس هي الحاجات اللي احنا عارفينها اصلا عارفين طعمها. فقلت له يعني مفيش حاجه اتضافت في المنيو جديده. قال لنا لا. فلبنى كانت عايزه نجرب تويست الجمبري بس هو برده موجود بقاله كتير. يعني ما فيش ساندوتش جديد. فاحنا دلوقتي هندور على هارزيز. هندور بقى بصراحه. احنا هنلف ونشوف عشان اصلا احنا اكتشفنا ان هنا مفيش غير ماكو كي اف سي اللي ممكن نجرب منهم حاجه جديده. احنا في زايد دلوقتي. فاحنا هنتجه تاني للعربيه وندور بقى على جوجل مابس ايه اقرب حاجه لينا. هنبتدي ندور على المطاعم ونشوف ايه. عيبنا بجد. يلا يلا بينا. مش عايزاه. راس السنه جت علينا. طب ماشي. لسه ما خلصناش. جماعه راس السنه جت. راس السنه جت واحنا لسه. شهر 12 خلص. والله يا جماعه احنا من ساعه ما خرجنا من هناك وحصلت لنا لعنه. بندور بقالنا 10 ساعات دلوقتي 8 يا جماعه. واحنا بندور على بيتزا هات. بيتزا على برجر. بندور على برجر كينج واردس. انا ما شفتش هاردز من اول ما خرجت من الهرم لحد اكتوبر. يعني والله راس السنه جت. النور نور. يلا يا جماعه نشوف يمكن ربنا هنلاقي هنلاقي بص يا جماعه ان شاء الله نلاقي بوفلو برجر هناك اهو. هنخش بقى نجربه وخلاص. هنعمل ايه؟ جماعه لقينا بوفلو برجر اهو الحمد لله. ولقينا طلبات السياره عشان احنا خلاص مش قادرين ننزل. رجلينا نملت في العربيه. فيعني مش عارف. احنا يا جماعه من الهرم للحصري. لو سمحت عايز اعرف اجدد ساندوتش عندكم في المنيو دلوقتي. في المنيو؟
هو لو حضرتك حابه تعرفي عن سلسله الجديده هيكون من خلال الفرع، لكن كل الفرع هتعرفي كل انواع جديده. كل الابواب مقفوله في وشنا. هو اللي هو اجدد ساندوتش هطلبه دلوقتي. وانا من كده ايه في ايه؟ طب هاتي هاتي اللي انت واخده سكرين. طب ثانيه واحده انا هقول لك اسمه. هو انا قدامي خلال حضرتك خمس ساندوتشات تمام؟ تمام. لو بيكم مشروم او شباكي مشروم ده جربناه. او سكول او باربيكيا او سبايسي. طب لا ثانيه واحده انا هقول لك على اسم الساندوتش اللي انا عايزاه. جماعة في نحس بيحصل. مش انت خدت سكرين ليه؟ خدت سكرين بس الظهر ضاع. هو اسمه ايه يا لبنى؟ انا جوتو. هو في واحد اسمه مكتوب عليه جوتو برجر وفي تقريبا زي قطع اناناس او ده هيكون من خلال الفرع جوه. ايه ده من خلال الفرع يعني هنا مش موجود جوه المكنه يعني؟ لا مش متاح بالنسبه لي. اوكي ماشي شكرا. اتفضل يا حبيبي. شكرا. الظاهر ان هو مش عارف صح؟ لا لا بيقول لك خش خش تقول من الفرع من جوه. طب يا جماعه يلا نخش نطلبه في الفرع. ماشي يلا يا جماعه كل الطرق كل الطرق مقفوله في وشنا ان شاء الله نروح مش هنعمل الفيديو ده يا جماعه. السلام عليكم. الحمد لله واخيرا دخلنا بافلو برجر. جبنا السندوتشات الجديده اهي. بصوا حتى نيو ساندوتش في اللي هو ده جوتو برجر وفي ده اللي هو تشيك فليكس بس هي احنا لسه مجربين دلوقتي التشيكن فقلنا هنجرب ده عشان ده غريب وفيه اناناس وكده. بصوا حتى مكوناته برجر مشوي مع صوص السيكريت وصوص مدخن مع قطع اناناس مع قطع جبنه الشيدر وقطعه الاناناس المشويه مع الزبده. فدي حاجه بصراحه يعني غريبه. بصوا حتى شكله بس ده ب 89. احنا جبنا طبعا ال 150 جرام لان احنا لسه مش عارفين احنا هنجرب ايه تاني. فالاسعار اهي في المنيو. هو في المنيو ب 89 جنيه بعد الضريبه ب 97 جنيه يعني زودوا تقريبا 10 جنيه ضريبه او 9 جنيه. بس هنستنى بقى الاوردر ونرجع لكم تاني. ان شاء الله طعمه يطلع حلو بقى وما يخيبش املنا ان شاء الله. مع الاوردر جه. بصوا الاوردر جاي كده بالمنظر ده البصل والطماطم والخيار والخس كده كده بيبقى بره. اي حد عارف بافلو برجر فعارف ان هم بيبقوا حاطين الحاجات دي بره حتى لو واخداه تكاوي بيبقوا حاطينهم لك في علبه لوحدهم. بصوا بقى الساندوتش. بسم الله. هو ساندوتش شكله عامل كده اهو. شكله فيه جبنه كتير ما شاء الله يعني. بصوا ده صوص اللي هو معرفش ده السكريت يعني ولا ايه. ودي قطعتين جبنه والاناناس اهو انا شايفه قطعه اهي وقطعه اللحم. بس ان انا هقرف مني. والصوص اهو من تحت برده. بس يعني هو ده شكله اهو كده عن قرب. فيلا بينا نجرب ونشوف. بصوا يا جماعه حاولت اثبت لكم زاويه التصوير على قد ما اقدر ما عرفتش. البرجر ده فيه قطعه اناناس واحده تمام فهحاول اقسمها كده بالنص عشان لبنى تدوق وانا ادوق. في حته اناناس واحده؟ اه. فيديو ملعون. لعنة. بصوا يا جماعة التليفون واقع فيا يلا مش مهم احنا بنحاول هنعمل ايه الدنيا زحمة قوي مش عارفين نصور اكتر من كده. حطي بقى جوه الحاجات اللي جوه وتوريكي انت فين. بصوا يا جماعة اهو وقطعة الاناناس اهي شايفينها؟ اهي. مش قطعة اناناس يعني. ما هي قطعة واحدة انا بوريها له. كلي بقى كده خدي انت بقى القطعة الكبيرة دي عشان انا قطعة كبيرة مش قادرة. خدتي اناناس؟ اه هي نص برضو واحدة كده ايه. طب احنا عايزين نحط الخضار. لا دولي الاول كده عايزين ندوق ولا هو في الصورة؟ الصراحة في الصورة قابل الخضار. فنحط الخضار وخلاص بقى. قطعة طماطم. اقسمي دي كده نصين خدي نص. قطعة خس. قطعة خيار. يلا هنقفل الساندوتش. لا راح ان شاء الله يطلع حلو. يلا هو شكله كده اهو زي الصورة. الصراحة بافلو الساندوتشات عندهم تبقى زي الصورة اهي. يلا بسم الله. مش عارفة دي ايه. هي دي ايه؟ جبنة. كده ازاي؟ جبنة ولا؟ هي عندك؟ فين الاناناس؟ اهي. يلا دوقي بقى. دينا حتة متبهدلة يعني عشان كبيرة يعني. انا دقتها انا كده عرفت الطعم يعني. هو في ميكس مش مفهوم. بس جامد. جامد. بصوا هو حلو بس
مش عارفه، انا متعوده ان بافلو برجر يبقى فيه تناسق. لا مش بس هو متناسق جدا، الحلو مع الحادق، الاناناس مع اللحمه مع لا بصراحه تحفه، عجبني طعم الكسر وطعم اللحمه بتاعتهم حلو، طعم اللحمه جامده. وال بس انا مش عارفه، مش قابله فكره الاناناس. ايه تاني؟ بالنسبة لي 10 من 10 للناس اللي بتحب الفراخ اللي هي سويت اند ساور او اي حاجة سويت اند ساور، هتعجبكم جدا 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 جدا. بصوا يا جماعة، هو جامد جدا وحلو جدا، بس انا برأيي في سندوتشات كتير احلى في بافلو مني. لا بس هو جديد، بالنسبة لحاجة جديدة تجربيها جربيه، ما يبقاش عدى عليك من غير ما تجربيه، ويستاهل التجربه. يعني مش زي ويسترن بتاع ماك، لا ما عجبناش خالص، لكن ده انا عايز التجربه. لا 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 ده عايز له التجربه بصراحه 10 من 10. انا بحب الهايكر بصراحه. كام؟ 8 من 10. هو كام؟ 90 جنيه 97 ب 100 جنيه. هو طبعا برده غالي. هي كل السندوتشات في بافلو غاليه، هي نفس السعر. كل السندوتشات نفس السعر، 150 جرام كلها نفس السعر. فانا الصراحه بالنسبه لي 10 من 10، لبنه 8 من 10. يلا بينا نشوف هنجرب ايه تاني، ولا مش هنجرب، ولا نعمل ايه. يلا بينا نشوف. وما زلنا في رحله البحث. مش معقول مفيش مطعم منزل السندوتش ده، ايه القدم اللي انتوا فيه ده؟ جددوا يا جماعه، تجديد سنه الحياه. احنا بندور على هاردز من اكتوبر، من اكتوبر والهرم مفيصل ما فيهمش هاردز. وحشني، عايز اشوفه بجد. بصوا يا جماعه هتجنن، احنا كل يوم كنا بنشوف هاردز تقريبا، والله ما بناكل فيه، ده احنا ما كناش في 4 مرات على بعض. فلما احتاجنا ان احنا نعمل فيديو وناكل فيه، معقول شارع فيصل كله شارع الهرم ما فيهوش هاردز؟ احنا ناخد فرنشايز، فكرنا ان ولبنى ان احنا ناخد، نفتح احنا بقى ده يشتغل قوي، ناخد فرنشايز ونعمل الفرع هاردز في فيصل. لا اكتوبر، يعني احنا رحنا اكتوبر بالحصري بالطريق كله بتاع زايد كل ده، هتطلع واحده في الكومنتات تكتب لنا اكيد موجود. لا بجد ما لناهوش بجد بجد، احنا مش والله احنا رحنا الحصري بقينا بنلف فيها كده لف على رجلينا وما لقيناهوش بجد. بس احنا الحمد لله ان شاء الله عثرنا عليها. شاهد وقع ان شاء الله. اقول لكم احنا نزلنا عشان نعمل الفيديو من بعد بنزين، فاصبر بس. فروحنا عملنا حاجه في اللابتوب، بس عشان انا بظبط كام حاجه في اللابتوب. فعملنا لكم المقدمه، كانت تقريبا الساعه 4:15 أربعة ونص كانت المقدمة بتاعت الفيديو، وخرجنا على طريق زايد على اللي هو احنا كل يوم بنبقى فيه وبنشوف هاردز وبرجر كينج. أنا بشوف هاردز، يمكن بشوفه يمكن ما بشوفوش. وطبعا ما رضيناش ندخل أي مول لأن الدنيا زحمة قوي، وإحنا حبينا النهاردة إن احنا نصور لكم مش في العربية، حبينا نعمل لكم اختلاف. يلا يا جماعة، السلام عليكم. السلام عليكم. لو بنولد واحدة كانت ماتت كان زمانها خلصت وولدت. يا عم يلا يا عم، هاردز هيقفل برد. ايه ده قفل؟ وانت ما تهزريش. يا هاردز النجمة، يخرب بيتك يا حاج هاردز، والله احلف ما ادخلك، والله العظيم احلف ما ادخلك، احلف ما رضيتش اكل منك، مفيش حد فيك اصلا. انا بفكر نطلع كنتاكي تاني، يمكن الست تقول لنا في سندوتش جديد، ما تيجي نجربه. خلاص يعني انا تعبت، مش هدور على مطعم تاني. طب يلا يا استاذ زوري، انا عايز اركن، مفيش ركنه يعني، اركن خلاص. بكره نكمل الفيديو ده. لا لا يلا يلا يلا، خش انت ارضي زيت لنا السندوتش. مين اللي هيخش؟ انا سايقه يا رب. اركني، لازم تركني كده كده. مفيش، انا شايفه هتقفي في ربع الطريق. انا هقف، هو مفيش طريق. انا لو اروح اجيب الساندويتش، طب يا جماعه اروح اجيب الساندويتش، مش قادره. يا جماعه الحمد لله لقيت ركنه، الحمد لله بفضل الله. هارديز انا شكرا. هندخل بقى نشوف ايه الجديد ونطلبه. يلا بينا يلا بينا يا جماعه، اخيرا 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 اخيرا، يلا بينا يلا بينا. حصل يا موت قبل ما ادوق. واخيرا وليس اخيرا ان شاء الله.
اتجننا بجد. ولو اعرف بقى، بص بقى يعني بص المشكله ان احنا في الاخر ما جربناش جوه المحل. ليه؟ لانه برضو زحمه وكان في شويه اطفال صغيرين. لو هي دوشه بدوشه كنا رحنا اي مول جبناه وكنا رجعنا على العربيه وصورناه. الحمد لله. يلا الحمد لله ما قدر الله. شق مني. بصوا الساندوتش ده، هو ده الساندوتش. بصوا يا جماعه احنا جبنا الساندوتش والبطاطس بتاعنا. الساندوتش ده اسمه تشيلي لافا. البطاطس بتاعته اسمها تشيلي لافا. طبعا انتوا اكيد شفتوا الاعلان بتاعه. اللي هو تشيلي لافا اللي هو ده اللي هو بيبقى شكله فيه من جوه. ما تجيبيه ونوريه لا خلاص يا جماعه، هحط لكم صورته هنا، هحط لكم صورته. انا هحط لكم صوره كل ساندوتش دقناه النهارده. ماشي خلاص ده اخر واحد. ده بيبقى بالمنظر ده كده. هو كده في ال بيبقى قطعتين برجر وبينهم قطعه جبنه وبصل وقطعه وقطعه ولحمه. هو في حراق اللحمه بتاعت بولونيز. اه هو اصلا حراق. ده يا جماعه سبايسي جدا 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 يعني. مش عايز سبايسي بقى سبايسي. ماشي ده. وهقول لكم احنا دفعنا كام دلوقتي في الاثنين. اتفضل. البطاطس ب 39 انا فاكره ثمنها. حد كان جاب 4 كيلو بطاطس لحمه مفرومه في الثلاجه عليها لحمه مفرومه وصوص الجبنه. ده انا بس حبيت المكرونه تبقى ايه. اهي اهي شايفينها كده اهي. شفتوها؟ افتح النور. يلا ندوق. طلعي الشوك بس. طب نمسك ندوق البطاطس الاول. طب ماشي. بصوا انا دفعت 100. دفعنا كام؟ 120. 120 117 جنيه بالظبط. البطاطس ب 39 و 40 تقريبا ب 80 جنيه. كده ب 80 او ب 79. ما علينا. يلا بسم الله. يلا بسم الله. تطلعي مش مخيبه للامال. يا رب بعد كل ده. بصوا هي بنفس سعر البطاطس الفريسكس بتاعتهم. الصراحه كميه اللحمه حلوه. كميه الجبنه نفسها حلوه يعني. انا عماله بجيب من تحت وفي جبنه فيه يعني ما شاء الله فيها جبنه. هي مالحه؟ دوسي دوسي. انا بس عايزه ايه؟ بصوا يا حلوه. لا جميله بس مش احلى من الثانيه. ما عجبتنيش اللحمه. اللحمه مش حلوه. دوق اللحمه كده لوحدها. حلوه حسيتها حلوه. لا اللحمه تحس ان فيها توابل. لا حلوه بس حاسين. عارفه زي طعم ايه؟ زي طعم البيف. زي لا زي طعم البطاطس باللحمه المفرومه باللبنه اللي بناكلها في اسكندريه دي عند اسمه ايه ده. لا يا لبنه دوقي اللحمه لوحدها والله طعمها زي البيف. لا انت لو ركزت هتلاقي طعم البلوبيف اللي في الصينيه اللي هو في الطاسه. بلوبيف يا جماعه. اللحمه طعمها بلوبيف مش لحمه. المهم ان هي في المجمل مش وحشه. حلوه. هي حلوه بس مش حلوه بس يعني. بس اعملي كده هتلاقي الصوص تحت. طب هتجيبيها ولا تجيبي؟ لا طبعا هجيب الثانيه اللي هي اللي فيها البطاطس الكيرلي. شفتوا بقى؟ يبقى هي مش حلوه. مش حلوه ان احنا تجربيها تاني. هي تجربه مره واحده عشان تبقى عرفت طعمها وخلاص. هي بصوا كده كده مكتوب عليها الفتره محدوده. تعبان تروح الجمعه تكون اتشالت. لا بالنسبه لي الكيرلي عليها جبنه وعليها هالبينو. لا هالبينو اجمل. الجبنه بتاعها مميز وطعم البطاطس احلى من دي. يعني احنا في الطبيعي لما بنجيب من هاردز بنجيب البطاطس الكيرلي. يلا ندوق السمنه. ده كام بمناسبه سعرها؟ كتير قوي. فانا ممكن اديها اديها 6 من 10. اديها 6 من 10. سبايسي كمان قوي. بصوا يا جماعه قسمنا الساندوتش. انا كده قلت لكم اصلا مكوناته ايه. هو ما فيهوش طماطم. في لحمه مفرومه. قطعتين برجر وقطعه جبنه من النص اللي على البطاطس. بالظبط كده. يلا ندوق. يلا بقى ندوق. بسم الله. طعم اللحمه المفرومه مغطي على اللحمه العاديه. مش عارفه ازاي ساندوتش برجر يبقى فيه لحمه مفرومه ولحمه برجر. بصوا في العادي بس مش وحش. بس انت تحبي تاكلي لما تحبي تاكلي هاردز تاكلي اللحمه بتاعتهم جامده بصراحه. طعم البرجر بتاعهم حلو. دلوقتي مش حاسه بطعم البرجر بتاعهم عشان طعم اللحمه فيها توابل كتير مغطيه عليه. بس مش وحش عادي. بس انا مش هجيبه تاني بصراحه. يا جماعه احنا في كل مكان لنا كام ساندوتش كده معينين هما دول اللي بنجيبهم يعني. انا لا يعني انا الساندوتش اللي جربناه من بافلو برجر النهارده اللي هو جوتو ساندوتش ده تحفه. اجربه تاني عادي. تجربه تاني عادي. انا حتى قلت لمحمد عليه ان هو يعني كنت بكلم محمد بقول له الله الساندوتش ده حلو من كتر ما هو عجبني. صح صح. بس لا اجربه تاني عادي. لكن ده ما جربوش تاني.
ما جربوش تاني وسعره يعني مش قليل برضو. احنا كده كده يا جماعه كلاسيكيين قوي، محبش نجرب في مكان غير حاجات معينه. ماشي يلا يا جماعه، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. 10/10 مش وحش ومش حلو، بس كده. نتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده، وما تنسوش باللايك لان احنا بجد تعبنا في الفيديو ده، فادعمونا ادعمونا فعلا باللايك في الفيديو ده، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تبقى احسن واحسن. بس كده، باي باي.